بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، تذكرت موقف حدث لسيدنا يوسف عليه السلام عندما راودته امرأة العزيز عن نفسه، امرأة ذات منصب وجمال وجاه وسلطان وكل المواصفات التي يحلم بها أي شاب في مقتبل عمره موجودة في هذه المرأة، والأمان موجود، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وفي قراءة هئت لك أي تهيأت لك، في أبهى صورة، في كامل زينتها، كامل أنوثتها، كامل إغرائها، كامل مفاتنها، وسيدنا يوسف وحيد فقط، ولكن الله معه فهو أقوى من الجميع. هنا أيها الأحبة، يقول بعض المفسرين إن سيدنا يوسف هم بها، أي أن شهوته تحركت، ولكن الذي منعه هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. وأحببت أن أعطيكم وجهة نظر جديدة حول هذه الآية الكريمة، أو ربما يكون أحد قد تناولها ولكن خطرت ببالي وأحببت أن تنتفعوا بها، فخير الناس أنفعهم للناس، وينبغي كل واحد أن يوصل معلومة مفيدة ونافعة للآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع لنا جميعا. طيب، سيدنا يوسف عليه السلام، الله يقول ولقد همت به، أي همت لتمارس معه الفاحشة، لأنها جهزت كل شيء، يعني هذا واضح. هئت لك، وغلقت الأبواب وراودته، أمور واضحة. طيب، وهم بها، ما معنى وهم بها؟ البعض يعتقد أنه أيضا تحركت شهوته لولا أن رأى برهان ربه، ولكن رأى برهانا من الله، رأى دليلا من الله، البرهان هو الدليل، هو الحجة، هو الإثبات، رأى شيء يمنعه من هذا الأمر فابتعد. طيب، هل هذا التحليل صحيح؟ أنا بنظري غير صحيح، سأقول لكم لماذا. الإنسان أيها الأحبة، عندما يتعلق قلبه بالله كثيرا ينسى كل شيء، ولله المثل الأعلى، يعني هو تشبيه بسيط أو تمثيل. الإنسان عندما يحب زوجة صالحة مثلا، لم يعد يرى أي امرأة في العالم، لم تعد شهوته تتحرك إلا مع من يحب. الموظف المخلص في شركة عندما يتفانى في خدمة سيده أو مالك الشركة، لا يسمع صوتا غير صوته، ولا ينفذ أمرا غير أمره، ولا يرى أحدا غيره. طيب، سيدنا يوسف صحيح هو بشر، ولكن هذا النبي الكريم ليس كالبشر، هو لا يفكر بنفس طريقتنا، وإلا لما أصبح نبيا. فسيدنا يوسف الذي يملأ قلبه حب الله عز وجل، فهو يعني لا يرى أحدا سوى الله، فمن المستحيل أن تتحرك شهوته وقلبه معلق بالله. وسأعطيكم مثال أوضح. تصور الآن أن هناك زلزالا أو حريقا، تصور رجاء أخي الحبيب، إذا لم تتصور لا تستطيع أن تفهم المعنى الدقيق. أنت آمن في بيتك، وهناك امرأة فاتنة وكل المواصفات، ولكن أنت لا تعلمها، ولكن هناك حريق أتى ليلتهم بيتك، واقترب منك أمتار بينك وبينه، ورأيت هذه المرأة ذات المنصب والجمال، بالله عليك أخبرني أنت، هل يتحرك معك شيء؟ تريد أن تنقذ نفسك؟ طب أنت بشر، ما الذي حدث لك في هذا الموقف؟ مع العلم أنك أنت نفسك
لم تتغير. الذي تغير هو إحساسك بمن حولك، إحساسك بالبيئة أو بالواقع من حولك. فسيدنا يوسف كان إحساسه بمراقبة الله له أقوى من أي إحساس آخر، فكانت شهوته لا تتحرك إلا بأمر الله وإلا بما يرضي الله. وبعض المؤمنين العارفين بالله هكذا كانوا أيها الأحبة، والأنبياء كلهم كانوا هكذا، وإلا لما أصبح نبيا. يعني لماذا اختار الله سيدنا يوسف عن البشر من حوله؟ هناك آلاف البشر، لماذا اختاره؟ أكيد هناك مواصفات لم تتحقق إلا في هذا النبي الكريم. لماذا اختار الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل سيدنا محمد كانت تتحرك شهوته عندما رأى أو عندما يرى امرأة جميلة أو فاتنة؟ لا، هذا الكلام غير صحيح، لأنه يرى أمامه عذاب الله، يرى الآخرة، يرى النار، يرى أهوال يوم القيامة، ويعيش هذه الأهوال كل يوم، حياته يعيشها من أجل الآخرة، وهكذا الأنبياء. لذلك سيدنا يوسف هم بها ليبعدها عنه أو ليضربها، ليبعد شرها، ليتقي شرها، هذا معنى هم بها، وليس هم بها أي هم ليمارس الفاحشة والعياذ بالله. لذلك أنا أحببت أن أوضح هذه النقطة أيها الأحبة، وكل واحد يريد أن يفهم هذه الآية ليضع نفسه مكان سيدنا يوسف كنبي وليس كإنسان. أنت لا تضع مكانك نفسه كإنسان عادل، كنبي ترى أمامك الآخرة، تراها بقلبك، ترى بقلبك عذاب القبر، ترى بقلبك نار جهنم في كل لحظة. لذلك سيدنا يوسف عندما كان على عرش الملك وفي قمة قوته وعظمته وقمة ملكه، كان يسيطر على أعظم دولة في العالم في ذلك الوقت، ملك مصر، ماذا قال؟ قال ربي، حتى عندما نادى ربه قال ربي قد آتيتني الملك، لم يقل ربي قد آتيتني الملك، مع العلم أنه كان ملكا وكان يملك كل شيء، ولكن ماذا قال؟ ربي قد آتيتني من الملك، من شيء من الملك، من بعض الملك، من هنا للتبعيض، لبعض الملك، تأدبا مع الله. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رأيتم أيها الأحبة، هذا نبي كان يرى الموت أمامه، لذلك كان آخر دعائه توفني مسلما، كان ينظر لما بعد الموت. والإنسان الذي ينظر لما بعد الموت يستحيل أن تغويه امرأة أو تتحرك شهوته لمنظر خليع أو غير ذلك، وهذا الأمر لا يشعر به إلا من جربه وذاقه أيها الأحبة. لذلك نحن ينبغي أن نأخذ درسا من هذا الموقف، يعني إذا كان تحليلي هذا صحيح، وأنا أعتقد أنه كذلك، أنا أخذت درسا من ذلك، أنك إذا أردت أن تعالج الفتن، تعالج موضوع الأفلام الإباحية الذي انتشر بين الشباب، تعالج النظر إلى النساء، تعالج حب الدنيا، تعالج أكل الربا، تعالج كل هذه الأوبئة، عود نفسك أن يكون قلبك معلقا بالله، أن تتذكر الموت دائما، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، أن ترى أمامك النار والجنة في كل لحظة. عندما تذهب للنوم تذكر أنه قد يكون هذا آخر يوم لك في حياتك، وأنك قد لا تعود للدنيا، وأن لقاء الله سيكون قريبا. في كل لحظة تذكر أن الله قريب منك يراك، في كل لحظة تذكر، يعني إنسان إذا ثبت له كاميرا مراقبة لا يستطيع أن يخطئ، يخاف، يخشى ممن؟ من الناس، والله أحق أن تخشاه.
فلذلك أيها الأحبة، علاج الفتن أنا أراه حقيقة بالتعلق بالله عز وجل من خلال معرفة الله وتذكر الموت وتدبر القرآن الكريم. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، إنه عليم حكيم مجيب. وأود أن أختم هنا أقول إن كلمة هيت لك لم تذكر إلا مرة واحدة في القرآن، كلمة فريدة من خصائص سورة يوسف عليه السلام، ليقول لك إن هذه المرأة تمثل الإغواء والإغراء، وسيدنا يوسف يمثل الإنسان الذي تعلق قلبه بالله عز وجل، فلم يعد يرى أحدا إلا الله، لم يعد يخاف من شيء إلا من الله، نفسه وهواه تابع لرضا الله. النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد لنا أن الإنسان لا يؤمن حتى يكون هواه تابعا لتعاليم النبي، أليس كذلك؟ طب هذا سيدنا يوسف هواه تابع لأمر الله، والله لا يرضى لإنسان أن تتحرك شهوته تجاه امرأة فاتنة. لذلك شهوة سيدنا يوسف لم تتحرك أيها الأحبة، إنما همت به لارتكاب الفاحشة، وهم بها ليبعد شرها عنه وليضربها، ولكنه رأى برهانا من ربه، أي رأى دليلا من ربه، الله أعلم ما هو، جعله يهرب، لم يضربها، يهرب. طيب لماذا هرب؟ طبعا هنا القصة رائعة جدا أيها الأحبة، هرب منها لكي تجذبه من قميصه من الخلف، فتمزق هذا القميص ليكون هذا القميص دليل براءة هذا النبي الكريم. رأيتم أيها الأحبة؟ وبالتالي علم الناس أنه بريء، لولا أنها قدت قميصه من دبر من الخلف، يعني مزقته من الخلف بسبب أنها تريد أن تجذبه إليها ليمارس الفاحشة، وهو يريد أن يهرب منها، فكان هذا الأمر دليلا على براءته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.